السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. حصة اليوم إن شاء الله غنتعرفوا فيها على كل ما يخص النساء باللغة الفرنسية. فغنبداو بأدوات العناية بالجسم طبعا باللغة الفرنسية، ثم غنشوفوا مساحيق التجميل، غنتعرفوا أيضا على أدوات العناية بالشعر والأكسسوارات بالفرنسية. فلنبدأ على بركة الله. أدوات العناية بالجسم. فأولا العناية بالجسم هي soin du corps. le corps هو الجسم، soin du corps. واقي شمسي، une crème solaire. وكنقولوا أيضا écran solaire. واقي شمسي هو une crème solaire أو écran solaire. كريم مرطب، une crème hydratante. كريم اليدين، crème pour les mains. les mains هما اليدين، crème pour les mains. مرطب شفاه هو un baume à lèvres. مقشر، un gommage. جهاز تنظيف البشرة، appareil de nettoyage de la peau. فnettoyage de la peau هو تنظيف البشرة. appareil هي جهاز. appareil de nettoyage de la peau. قلمة الأظافر، le coupe-ongle. مبرد الأظافر هو lime à ongles. فليز أونجل هما الأظافر، lime à ongles يعني مبرد الأظافر. طلاء الأظافر، le vernis à ongles. مزيل طلاء الأظافر هو le dissolvant. مزيل العرق فهو un déodorant. جيل استحمام، un gel douche. العطر هو le parfum. معجون الأسنان، un dentifrice. العناية بالبشرة فهي soin de la peau. عود أذن، un coton-tige. أدوات المانيكير، les outils de manucure. الآن غنمروا نتعرفوا على مساحيق التجميل بالفرنسية أو الماكياج. أحمر شفاه هو le rouge à lèvres. أحمر الخدود، le fard à joues. ظلال العيون، le fard à paupières. وكنسميوه ايضا l'ombre à paupières. fard à paupières او l'ombre à paupières. الماسكارا هي le mascara. فرشاه، un pinceau un pinceau
فرشاة هي ان بانسو. كريم الاساس لو فون دو تان، لو فون دو تان، لو فون دو تان. خافي الهالة السوداء هو ان او اون انتيسيرن، في اما كنقولو ان انتيسيرن او اون انتيسيرن بحال بحال. ان او بيان اون انتيسيرن، انتيسيرن هو خافي الهالة السوداء اللي كتكون تحت العين. بودرة الوجه لا بودر، لا بودر، لا بودر. مموج الرموش اللي كيظهر في الصوره فكيتسمى لو غوكورب سيل، فلي سيل هما الرموش. لو غوكورب سيل، لو غوكورب سيل. فرش المكياج فهما لي بانسو دو مكياج، لي بانسو دو مكياج، لي بانسو دو مكياج. بالنسبه لمزيل المكياج فكيتسمى لو ديماكيون، لو ديماكيون، لو ديماكيون. والان مروا نتعرفوا على ادوات العنايه بالشعر. فشامبو بالفرنسيه لو شامبوان، لو شامبوان. باش كنغسلوا الشعر كيتسمى لو شامبوان. زيت اساسي فهو ويل اسانسييل، ويل اسانسييل، ويل اسانسييل. فرشاة الشعر اون بروس ا شيفو، اون بروس ا شيفو، اون بروس ا شيفو. مجفف الشعر هو ان سيشوار، ان سيشوار، ان سيشوار. الان مرة نتعرفوا على الاكسسوارات اللي كيستعملوا النساء باللغه الفرنسيه. فحقيبه هي ان ساك، ان ساك. نظارات شمسيه دي لونيت دو سولي، دي لونيت دو سولي، دي لونيت. لي لونيت هما النظارات ولو سولي كتعني الشمس. دي لونيت دو سولي يعني نظارات شمسيه. سيوار اللي كنوضعو في اليد فكيتسمى ان براسلي، ان براسلي، ان براسلي. خاتم هو اون باغ، اون باغ، اون باغ. اقراط اللي كنوضعو في الاذن فكيتسماو دي بوكل دوغي، دي بوكل دوغي، دي بوكل دوغي. فلي زوغي هما الاذنين. قلادة ان كوليي، ان كوليي، ان كوليي. ساعة اون مونتر، اون مونتر، اون مونتر. مشبك الشعر اون باغيت، اون باغيت، اون باغيت. وكيتسمى ايضا بانس ا شيفو، بانس ا شيفو. صندوق مجوهرات فهو اون بواط ا بيجو، اون بواط ا بيجو، اون بواط ا بيجو. حقيبة المكياج أو حقيبة مساحيق التجميل اون تروس دو مكياج، اون تروس دو مكياج، اون تروس دو مكياج. وشاح اون اشارب، اون اشارب، اون اشارب. دبوس أمان اون ايبانغل دو سورتي، اون ايبانغل دو سورتي، اون ايبانغل دو سورتي. المرآة لو ميروار، لو ميروار، لو ميروار. المرآة هي ميروار. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. تعرفنا فيها على كل ما يخص النساء أو كل ما يخص المرأة باللغة الفرنسية. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتشاركوه مع جميع النساء اللي كتعرفوا باش تعم الفائدة. ونتلاقاو في حصة مقبلة إن شاء الله.